تم بالعاصمة كييف عرض أول ألبوم غنائي مؤلفوه جنود وضباط يشاركون في المعارك بمنطقة الدنباس شرق البلاد. الأغاني هذه ولدت بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب بشرق البلاد، ويقول الجنود بأنها كتبت في خنادق الدنباس. الألبوم يحوي 30 أغنية تم استعراضها بقصر أكتوبر في مشهد اجتمع فيه الجنود مع نجوم الأغنية في أوكرانيا. التفاصيل في التقرير التالي. كل الأغاني التي سمعت هنا ولدت في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب، ولكل مقاتل مع هذه الأغاني أحداث ومشاعر. التجارب والمشاعر يتقاسمها مؤلف الأغنية مع مؤديها بان أبريل. حضر الحفلة مع جيتارته التي يقول بأنها لا تفارق يديه. هذه الآلة الموسيقية جلبها معه من منطقة عمليات مكافحة الإرهاب التي توجه إليها جنديا متطوعا مباشرة بعد أحداث الميدان. في الميدان ولدت الأغنية في 18 و 19 و 20 من الشهر. كنت قد كتبت الأغنية بعنوان الدخان الأسود والكثير من الأغاني الأخرى، وهذه واحدة كتبتها قبل عام. تذكر كلماتي، وهي موجهة لإخواني الذين قتلوا في منطقة عملية مكافحة الإرهاب. فاليري غلوشوك واحد من الجنود الأوكرانيين الذين كتبوا العديد من الأغاني، وجاء إلى هذا الحفل وذكرى دونيتسك ولوهانسك معه. الجمهور كان معظمهم من الجنود الذين شاركوا في المعارك بشرق البلاد وأسرهم والمتطوعين الآخرين. إنهم يعرفون معاني هذه الأغاني، المشاعر والأحاسيس لا يستطيعون إخفاءها. ألكسندر قدم إلى هذا الحفل مع ولده، يتذكر العديد من زملائه الذين غنوا وعزفوا معه على الجيتارة. يقول هناك في الشرق الموسيقى تساعد في الحياة وفي الكفاح. إنها ترفع الروح المعنوية للجنود وتبعد عنهم بعض المشاكل الآنية التي يعانونها. كان هناك الكثير من الزملاء الذين يلعبون على الجيتارة، وكل منا يتذكر أغنية تعجبه، وبعض الأحيان نؤلف أغاني من عندنا. بان أبريل يقول أن الموسيقى تشفي الروح بشكل كبير، وأن الأوكرانيين يحتاجون إليها حالياً أكثر من أي وقت مضى.